السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ انا ايه، لو انت اول مره بتشوفوني. هعمل معاكم النهارده ريفيو سريع كده عن كتاب قراته الفتره اللي فاتت، وكان ده اول كتاب اقراه في الاجازه كلها بصفه عامه، وان شاء الله مش اخر. هنزل لكم ريفيوز كتير الفتره الجايه ان شاء الله. هو كتاب ايه؟ هو اثقل من رضوى، اهو ده شكله من بره. كتاب لمين؟ هو الكاتبة رضوى عاشور. طب هي مين رضوى عاشور دي؟ رضوى عاشور هي كاتبة وروائية وأستاذة جامعية كمان. عملت الماجستير في الأدب المقارن والدكتوراه في الأدب الإفريقي والأمريكي. ليها روايات كتير، منها سراج وأطياف وقطع من أوروبا. في حاجات تانية كتير أنا للأسف كانت دي أول حاجة أقرأها، يعني إن شاء الله ممكن أفكر أقرأ لها حاجات تانية كتير. هي عدد صفحات الكتاب 393. هو أولا كتاب مقاطع من سيرة ذاتية مش رواية. ثانيا بقى أخش بقى هي اتكلمت فيه عن ايه. هي اتكلمت فيه عن نقطتين، أول حاجة كان المرض، تاني حاجة اتكلمت فيه عن ثورة 25 يناير. المرض، هي أصيبت بمرض أنا مش فاكرة اسمه قوي، مش قادرة أتذكره، بس هي يعني بأثره إنها كان ورم في المخ، مش في المخ يعني في العظم بتاع الجمجمة. فكان لازم تسافر بره وتجري يعني عمليات كتير قوي قوي، يعني عملية تخش في عملية تخش في عملية. كانت يعني أذهلتني بقوة تحملها، يعني سبحان الله، يعني كانت كلمة علقت معايا قوي في حتة مرضها دي، إن هي بتقول لك وأسوأ ما في المرض إنه يكسر كبرياءنا. يعني ده أسوأ حاجة في المرض، إنه بجد بيكسر كبرياءنا حقيقي. حد تعبان كده بتحس نفسك قد ايه انت صعبان على نفسك، قد ايه مسكين، قد ايه بتقدر نعمة الصحة. غير كده بقى بعدين كده، يعني هي أصيبت بالمرض بعدين جت ثورة 25 يناير. انا من الناس اللي هو اي نعم حضرت ثورة 25 يناير، بس كنت لسه في اعدادي، فالى حد ما انا مش متذكرة حاجة عنها. انا هو متذكرة ميدان التحرير، كان في ناس كتير، الحاجات اللي بترش، اللي هو بترش عليه مية، كان نابل مثير للدموع، بس انا مش فاكرة. وحقيقي حتى انت لو جبت الفيديوز من على اليوتيوب اتفرجت عن ثورة 25 يناير، مش هتكون زي ما حد يحكيها لك بكل تفصيلة فيها. يعني عجبتني بجد، اللي هو انا بسمع من حد عاش التجربة دي، مش بسمع منها بس، ده هي لا بتجيب صحابها وبتجيب ايه اللي حصل لهم. كانت تجربة فوق الهايلة يعني بجد، ان هي بتكتبه في صفحة 25 يناير دي، قدرت بجد اللي هي في صفحات انها يعني قدرت انها تخليني ادمع. لا يعني بجد، يعني الناس دول ازاي قدروا ان هم يضحوا بحياتهم ويضحوا بكل حاجة عشان الوطن ده؟ يعني فظاع يا جماعة، فظيع بجد، الجزء ده فظيع جدا. خلتني مثلا انا عايزه لا اروح اشوف اقرا عن الثوره دي تاني. اي نعم انا عصرتها، بس انا مش فاكره منها حاجه. عايزه اشوفها، عايزه افهم ايه اللي حصل. اما كانت بتتكلم عن شهيد مينا، اتكلمت عن حاجات بجد كتير حلوه، حلوه قوي. يعني انا ذات نفسي انصح لو حد عايز يقرا اقراها بجد، هيستمتع بيها جدا. بعدين كده رجعت تاني مع المرض، محاربتها مع المرض تاني. رجع المرض في الهوامش، مكانش تالم. كمية عمليات ورا بعضها، يعني الوضع كان صعب جدا. انا لو المرض، فكرة المرض بصفة عامة، ربنا يشفينا ويعافي مرضانا يا رب، بجد يعني صعبة جدا انها قدرت تقاوم خلاص، وربنا شفاها وفي الاخر طلعت لنا بالكتاب الحلو ده. فلا حلو جدا، يعني نذكرها كلنا. هقول حاجة في الاخر، يعني مش هطول عليكم. بالنسبة للناس اللي هي يعني عايزة تقرأ، تقرأه. لو انت مثلا ما مسكتش كتاب قبل كده او ما بدأتش تقرأ، فانا هكون شايفة ان الكتاب تقيل، لان انا ذات نفسي حسيت ان هو تقيل. خد مني وقت وخد مني جهد حقيقي، عشان عايز تركيز، عايز تقرأه وانت مركز. مش هيكون زي الرواية العادية اللي هو انت اصلا ممكن اقرأها عادي مش مركزة، اقرأها قبل النوم عادي، اللي هو تكوي كده. بحس ان الرواية بتبقى سهلة، صفحتها بتخلص اسرع، يعني مش عدد صفح. حتى انا بشوف ان الرواية مهما كانت كبيرة بشوف انها لا هتخلص بسرعة، مش زي الكتب. يعني ده كتاب، كتاب يعني صفح كتير. ولو انت حد بقى يعني بتقرأ ودايس وكده، فانا بجد ارشحه لك، هتستمتع بيه جدا، هتستمتع بالتجربة قوي. يعني انا نزلت نفسي في الاخر استمتعت واتبسطت، ويعني شفت انها كانت حاجة حلوة ان انا اقرأه. في الاخر بقى خلاص خلصت.
بس يعني لو الريفيو عجبكم قولولي، لو ما عجبكوش قولي لي برضو ان ما عجبكوش. بس لو حابين اعمل لكم ريفيو اكتر في الفتره الجايه اعملوه. انا بشجع يا جماعه انكم تقراوا، اقراوا معايا بجد يعني هنستمتع بجد. ولو عنده حد ترشيحات لكتب كويسه اقراها يقول لي. انا عملت قبل كده فيديو عن لو كتب، لو حابب تقرا، لو حد ما قراش خالص يروح يتفرج على الفيديو ده يا جماعه. خد حاجه منهم هتبدا انها تحببك في القراءه، وبعدين كده تعالى اقرا اشكال من رضوى، هتستمتع بيه جدا جدا جدا. بس يا جماعه اشوف وشكم على خير ان شاء الله، اشوفكم في الفيديو جاي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. بس باي باي.